صباح الخير. اقول لكم ايه، ليه ما تقوموش كده تيجوا معايا الممشى؟ الجو النهارده جامد اخر حاجه. يلا تعالوا نشوف مع بعض الفيديو، بس عايزه ادعوا من قلب الامي، من هنا من هنا قلب الامي. بصوا الجمال، الجو حرفيا جميل. صباح الورد، صباح كل حب، صباح الجمال، صباح كل حاجه جميله جدا جدا في الدنيا. ومتنشطه الساعه دلوقتي عندنا، شوفوا الساعه 6 6. خدي بعضك كده، الحظر تفكر من ساعه ومش عارفه مالي اللي جرالنا كده ليه، معرفش غريب. المهم ما علينا، خلونا في المضمون. خدي بعضك وخدي بطلك وبسي الدرينك فود بتاعك والشوط الرياضي واطلعي اطلعي كده على الممشى. رهيب رهيب رهيب. بصوا الجمال، بصوا البحر وجماله النهارده. النهارده البحر جميل وهدوء وجو نسبة الهواء جميلة. الجو النهارده بجد عاوز مشي، استغلوا الأيام دي قبل الجو ما يحرر بعد كده، ما تستحملوش. بعدين بصوا احنا داخل علينا إن شاء الله الشهر الجاي رمضان، شهر رمضان تمام يا بنات. فحاولوا تطلعوا كل الطاقة السلبية فيكم الأيام دي، وخدوا مكانها طاقة إيجابية جميلة. بصوا أنا عارفة أمشي أمشي أمشي، وصلت فين؟ تعالوا بصوا، هنزل بالصخر. شايفين الجمال؟ جو جميل، جو جميل، الجو حرفيا جميل. الجو بيقول قوموا انزلوا اتمشوا. بصي متضايقة، مخنوقة، زهقانة، عندك مشاكل الدنيا، فيكي كسل، مو متحاملة ولا أي شيء في البيت، مش طايقة حد، انزلي اتمشي. ماشي بقى كده هرولة. بصي اعملي اللي انتي عاوزاه، ماشي هنا براحتك، اعملي اللي انتي عاوزاه، مادام نفسها محترمة وتمشي براحتك. خلاص خدي اللي انتي عايزاه من الدنيا، مفيش أجمل من كده. هوا ربنا، بحر ربنا. بس ما اعتقدش في صباح غير الصباح ده. صباحكم أجمل حاجة بالدنيا، لكل أهلي، لكل متابعيني، لكل ناسي، لكل حد بيحبني، سواء كان يعرف أم عبد الله أو لسه حالا شايفني عن طريق الفيديو ده. بحبكم كتير، وانتظروني بأحلى الفيديوهات إن شاء الله، وأحلى الوصفات وأحلى الفلوجات بإذن الله الايام الجايه. طبعا معلش سامحوني على النهجه، لاني انا دلوقتي الساعه 6 وربع، مش 6 بالظبط، بقالي ربع ساعه عماله امشي، بس ماشيه يعني من ساعه ما نزلت وانا بمشي ماشيه ماده، لان فعلا كنت حاسه ان انا محتاجه اطلع السلبيات اللي جوايا واخد حاجات ايجابيه. حتى مش لازم، مش موضوع لا دايت ولا رجيم ولا ماشيها كرياضه نهائي، انا ماشيها فعلا علشان احس اني انا تحس احساس تاني. مش فاهمه، اللي بيمشي هيفهم، اللي بيمشي على البحر بالذات هيفهم اللي انا عاوزه اقوله. هتاخدي طاقه ايجابيه ما تتخيلهاش، وهتطلعي كل السلبيات اللي في جسمك دي تطرديها بره. حتى لو انت بتركبي سيكل اطلعي اركبي وامشي، سكوتر كهربائي ده امشي. جميله 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 جميله. بس بقى الجمال، بس الجمال بيلعب سكوتر، سكوتر الكهربائي، مش عارفه شايفينه ولا لا. اخر حاجه اللي لابس تيشيرت احمر اهو، ربنا يحفظه يا رب، يا رب يحفظه. قلت له البس حاجه تقيله، قال لي لا. قام بصينا شفنا من الشباك الجو النهارده في نسبه هواء، قال لي لا انا عايز رسوس لكم، عايز نشاط، الحاجه لكم هتخليني اني انا احس ان انا كسلان وكده، فاهمين؟ بس الجو جميل قوي، قوموا بسرعه، انا هنزل فيديو حالا، قوموا بسرعه اتمشوا. الجو النهارده حلو، البحر مغري جدا.
الجو مغري، مش البحر بحر يعني، بس الجو هنا على البحر والمشي مغري مغري مغري. يلا نشاط واحلى صباح في الدنيا. شوفوا ريحت بس 5 دقايق. عاوز اقول لكم حاجه، عاوز اقول لكم على حاجه جميله. بصوا، لو انت موظفه او انت موظف، قبل ما تروحوا دوامكم مروا على البحر شويه. قبل ما تروحوا الدوام بتاعكم مروا على البحر شويه. هقعد هنا، هقعد على الصخره دي. قبل ما تروحوا دوامكم مروا اقعدوا على البحر شويه. يا جماعه وشي مش عارفه ماله، غريبه. المهم علينا، عدوا كده على البحر، انزلوا تمشوا 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، وقت ما على قد ما وقتكم ما يسمح امشوا. هتاخدوا كمية ايجابيات لبقية اليوم، هتديكم، هتاخدوا باور، هتاخدوا طاقة جميلة جدا، هتخليكي انت كست بيت حتى لو مش عندك دوام وراجعة على بيتك، هتبقي عاوزة تشيلي البيت ده كله تنفضيه نبض. والله العظيم بجد. هتدعولي، جربوا كده، جربوا، مش خسرانين حاجة. خدوا بعضكم وتوكلوا على الله، انزلوا تمشوا شوية، ولادكم بيلعبوا، انت بطولك روحي تمشي. هترجعي تكسري الدنيا دي كلها، تلم الدنيا كلها. لو في مشاكل بينك وبين جوزك هتترمي. ترجعي كده تتوضي بقى، وتاخدي لك، تاخدي شاور، تتوضي وصليك ركعتين حلوين، رجعتي بيتك بالسلامه. اذا هتفطري بره او هتاخدي فطارك معاكي او وات ايفر هتعملي ايه، المهم انك تفطري بقى افطار حلو، وابدأي بقى يومك، ابدأي بقى يومك الجميل بنشاط وحيويه وبأمل وبراحه بال وبأمن وبأمان. ودعوه من قلبي لكل متابعيني، يا رب يريح قلبكم، يا رب يرزقكم راحه، يا رب يرزقكم الراحه، يا رب يرزقكم الراحه والأمن والأمان اللي هم أحلى حاجه في الدنيا بعد الصحه والعافيه يا رب. خلوا بالكم من نفسكم، وأحلى دعوه من قلب ليكم لأمي الله يرحمها. السلام عليكم. صباحكم كل حاجه جميله. عبالي تقول لهم ايه بقى عشان هنعمل الفيديو ويحطوا ايه؟ لايك 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 لايك.